السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسوت وفيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة درس جديد من دروس الإيمج بروسيسنج في سي شارب. إن شاء الله النهاردة شرح الكالر سبيسز والكونفيرت اللي في سي شارب. الدرس ده اتأخر شوية يا جماعة، أنا آسف، بس يعني إيه كان المفروض يبقى في الأول خالص قبل السوبل والفيرتال والكاني والحاجات دي، بس إيه يعني إيه حبيت إن أنا أوضح. بس الحاجات دي سهلة يعني، أنا الدرس ده مش هياخد خالص يعني. طبعا احنا قلنا برضه من خلال داله الكونفرت احنا بنحول من كولر سبيس لكولر سبيس، يعني احنا مثلا بنجيب الصوره على هيئه بي جي ار، او ممكن نجيبها على هيئه جراي عادي، يعني بدل بي جي ار هنا بنخليها جراي، فاهمني؟ خليها بي جي ار زي ما هي. في بقى بي جي ار، في جراي، في اتش اس في، في سي ال اس، في حاجات كتير قوي، في كولر سبيس احنا بنحتاجها. يعني مثلا ايه، لو احنا رحنا كده على النت مثلا وشفنا ال اتش اس في، ايه ال اتش اس في؟ ال اتش اس في مثلا ايه، لا ال اتش اس في دي ما بتعتمدش لا بي جي اللي هي الالوان، احنا قلنا البي جي ار بتبقى ثلاث دايمنشنز، بيبقى لون يبقى مصفوفه للبلو، مصفوفه للجرين، مصفوفه للريد. لا ال اتش اس في مصفوفه للهيو، الهيو دي اللي هي ايه اللي هي الالوان، يعني مثلا اللي هي البليت دي بتاعت ال اتش اس في بتبقى ايه من 0 ل 300 ل 360، كل قيمه في اللي هي الهيو، اللي هي الهيو من 0 ل 360، كل قيمه بتعبر عن لون معين. يعني مثلا ايه من اول مثلا ال 185 لغايه ال 299 او 293 هنا، دي مخصصه للون الازرق. مثلا من اللون ال 158 دي 196 دي اللون السماوي، مثلا من 79 ل 164 دي مخصصه للون الاخضر. خلينا كده، دي الايو الساتون، ما هي دي السطوع بتاع الصوره بتاع اللون نفسه. يعني مثلا ايه هنا ده الاحمر، في اللي هي السطوع كل ما بينزل كل ما بيض، اللي كل ما بيض دي اللي هي الساتورن. طبعا بكل برضو ثلاثة دايمنشنز، يعني الهيو ليها دايمنشن ليها مصفوفة، والاس ليها مصفوفة الساتر، والفاليو بقى الفاليو اللي هي ايه اللي هي دي اللي هي درجة اللون نفسها، كل ما بتنزل كل ما اللون بيغمق بعكس الساتر. طبعا دي كلر سبيس هنحتاجها طبعا برضو ليها استخدامات كتير. يعني مثلا ايه لو انت لما انت بتيجي مثلا في الاتش اس في، لما انت مثلا الاوبجكتات اللي هي مثلا ايه عايز انت تجيب الاوبجكتات اللي هي ليها سطوع كبير قوي، لو هي خضرة مثلا ايه، لا الاوبجكتات بغض النظر عن لونها يعني هي لها سطوع كبير، الفاليو بتاعتها مثلا كبيره قوي، البي جي ار ما بتنفعكش انت في الحكايه دي، لكن الاتش اس في بتنفعك جامد يعني الحاجات دي. بس بغض النظر مثلا في الهاند جتشور اللي انت تعمل ديتكت الهيومن بودي، بيبقى ليه لون محدد في الهيومن بودي للهاند، وهكذا لما نشوفها في مشاريع متقدمه ان شاء الله هنستخدم الاتش اس في بدل البي جي ار. احنا عاملين هنا مشروع بسيط، بنقرا الايمج بعد كده بنعملها دي سايز، بعد كده بنحولها مره للجري مره للاتش اس في وبنعرضها. تعالى كده نعمل ران، بنعرض ثلاث صور اللي هي اتش اس في والكاني والايمج. دي الاتش اس في ودي ال قصدي البي جي اللي هي الجراي، مالكش دعوه بالكاني، دي قصدي انا دي الجراي ودي الايمج بتاعتنا. طبعا زي ما انا قلت لك قبل كده ان الكمبيوتر بتاعنا او الشاشه بتاعتنا ما بتقراش غير بي جي ار، ما بتقراش الاتش اس في دي، يعني هي قاريها بس كبي جي ار، فاهم؟ فتلاقي ان الالوان ضاربه خالص، مفيش الوان اساسا، فده غلط في الشاشه. الشاشه ما بتقراش غير بي جي ار او جراي او باينري بس، ما بتقراش لا اتش اس في ولا سي ال اي ولا سي ال اس والحاجات دي. فبس ده كان هو الكونفرت والكالر سبيس في الانجو سي في.